تجي غير لحظه ديال الوليدات مع امهم وبقى نشوف فيهم ونغصص. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا الاخت سلوى اللي مدينه ورزازات. الاخت سلوى كانت مزوجه، تفرقت هي الزوج ديالها اللي هو طليق ديالها دابا، عندها بنيه وجوج وليدات، يعني ثلاثه ديال الوليدات. الزوج ديالها اتفقت هي وياه، دايره معاه في الوراق بين راه، حكمت المحكمه كسلوى بين راه هي غتشوف ولادها وقت ما بغات، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتحبس ام ما تشوفش وليداتها. هاد السيد هذا اشنو دار؟ هز الوليدات زاد، قالت له خلي لي الولاد معاك، يعني مع باهم ماشي مع شي واحد غريب، خلي الولاد نمشي ندبر على خدمه ونجي نهز ولادي. صدق السيد، هز الولاد مشى طار، ما كاينش ليه لا حس لا حتى حاجه. فين زاد؟ ما خلات والديه، ما خلات خوتو، حتى واحد ما استقبلهاش، كتمشي كيجروا عليها. دارت رفعات دعوات، مشات للسلطه، مشات للامن، ما خلات فين مشات السيده هذه والو. مرحبا بك معنا. الله يكبر بك اختي، ميرسي بوكو. اختي سلوى عاودي لنا شنو وقع لك. احنا طلقنا في 2019 وكانت ظروف قاهره ماديه ومعنويه ومن جميع النواحي، انني ما نقدرش نشد وليداتي عندي. جا واحد طلاق اكسيليري مزروب، دونك اضطريت انني نعطيهم لهم مؤقتا، حيت وحتى في الطلاق مكتوب انني ظروف قاهره. طلاق اتفاقي، متفقين اننا يعني نشوف وليداتي متى شئت، عندي فاتقه ديال الطلاق، ما كاينش لا سبت وحد ولا عطال. دازت شهر باش طلقنا، تنتهضروا عادي، كيدوزهم ليا شويه بغا يديهم الخيريه، انا ما قادش عليهم. قلت لي شوف انا تدي لي ولادي الخيريه غنجي نهزهم، ولكن باش تهددني وانا مازال في الزنقه، مازال ما عنديش حتى ما ناكل، انا نجيب ثلاثه الوليدات ومدرستهم وهذا. قال لي صافي ما بغيتيهمش، انا غادي نغبرهم، ما غاديش تعاودي تشوفيهم. باش من حق انا نغبر عليا ولادي، وباش من حق وليداتي يغبر على امهم. يعني بات مصباح كنمشي للخدمه، حط لا ديميسيون، كنمشي. تيبان ويتي شي دار هو؟ لا جا ما بالعكس، واش كاينه شي ام تتبغي شي غير نهار الا ما شفتهمش؟ راه واش الام اللي مكبره وليداتها من الصباح حتى الليل حتى كينعسوا، هي الاولى كتفيق والاخره كتنعس، اجي واحد اللحظه وتحرميها من داك الاحساس؟ انا وليت كنحس براسي عندي فائض الام، وما بغيت نمارسو مع وليداتي اللي ولدتهم بالعشاقه وما كاينينش، وبلا حق بلا موجب قانون بلا حتى شي حاجه. باش نمشي للمدرسه نلقاك حطي درتي لهم انتقال، ملي كنجي نسول تيقولوا لي الحضانه عند الاب ما عندنا ما نديروا ليك، ومشي لدارهم يجريو عليا، ونمشي للخدمه يقول لي حط لا ديميسيون، ملي نجرب نتكونيكتا مع في لي ريزو سوسيو ولا في النمره كيبلوكيني، با عطاني طرشه في وجهي، نسيهم ما باغينكش. واش وليداتي عندهم 10 سنين 12 عام يقول لك ما بغيتش ماما؟ راه قالها حيت مسكين مقهور ما قادرش يدافع على راسه، مازال صغير ما عندوش قدره يدافع على راسه. ولكن هو علاش اختي سلوى دار هادشي كله؟ علاش انتقام؟ علاش تطلقي؟ علاش باغا تطلقي؟ علاش ما باغاش ترجعي؟ انا راحتي النفسيه قلبت عليها، انا عانيت من اكتئابات، عانيت من معاناه، خدمت ضربت تمارات زوج صغير على 16 عام وعن حب، تلاقينا باغ انترنيت، يعني ماشي زوج بزز، وكنت كندير النقاب حبا فيه، وديك داك النيفو ديال فيديليتي ديال حتى شي راجل ما يشوف حتى البشره ديالي كيفاش دايره، وما حمدتيش الله علاش كتقلب. صبرنا بالجوع، صبرنا حتى شي حاجه ما كاينه، درنا الدار بشويه بشويه، الوالدين كيعاونوا، ولكن فاش شاف صافي فاض الكاس وشنو الحبس ولا القبر، هزيت وليداتي مشيت في حالي. ما تفهمتوش صافي، تقدر الرزق بيناتنا يعني عادي جدا. طلاق راه ماشي عيب ماشي حرام. الطلاق اتفاقي، سمحت لي في النفقه، سمحت لي في المتعه، سمحت لي في كلشي، بغيت غير نشري غير راحتي. صدقت هذيك الراحه يعني حتى في الطلاق ما مرتاحاش. شحال هادي مشيتيش وليدات؟ طالعه في 3 سنين. 3 سنين من شهر 3 2019. هم ما تشوفش وليداتها 3 سنين، وماشي غير ما كنشوفهمش، يعني ما عارفه عليهم حتى اخبار حتى اوديو. ملي كيتكونيكتا معايا الوالده توفت داك العام، لقيته ديبلوكاني، دخل عزاني، مني جبدته دخل عزاني، قال لي الوليدات نسيهم، ما بقاوش بغي يشوفوك. يعني اخبار وليداتك ما عرفهمش 3 سنين هاد؟ صيفط لي غير تصاورهم ما بغاوش، صيفط لي غير اوديوات غير نسمع صوتهم كيولاو، يعني غير داك الفضول اللي عندي. وليداتي شكون اللي كيقابلهم؟ البنيته سيرتو البنيته بلغات، هذه تقريبا 6 شهور باش بلغات، شكون اللي مقابلها؟ شكون اللي كيعلمها؟ شكون اللي كيوعيها؟ شكون هاد السيد هذا؟ واش ديك 11 العام ديال العشره وصغري دوزتو معاك، جيت تعاقبني بهذا العقاب هذا؟ جي عطيني العصا وما تحرمنيش من ولادي، عطيني ولادي وسلخني الا بغيتي، ما عنديش المشكل. ولكن حياتي الشخصيه باش تدخل فيها؟ لا راه لابسه زوين، لا راه بيان ماكيي، لا هادي انا راه مراه،
الا ما ماكيتش انا شكون اللي غيماكي الراجل؟ الا ما لبست وعجبني راسي انا ديجا ستيليس موديليس، يعني الهوس ديالي بالحوايج بالميك اب هادي بهادي، دونك انا داكشي كنوظفو في راسي. لا راه كتجلس في قهوه، لا راه كتعرف دي زامي، هذه حياتي الشخصيه والامومه ديالي حاجه وحده اخرى بوحده ما عندها حتى شي علاقه. وصلتني خبر من بعيد ان وليداتك راه مدمرين نفسيا، شي حد قريب منهم اللي تكونيكتا معايا وقال لي راه كيبقاو يضلوا يعايروا فيك وهذا، والوليدات كيبقاو غيشوفوا. قلت لهم انا وليداتي كنعرفهم مدكيين كيديروا بلاصتهم، راه يقول لهم شي حد امكم دايره ما غاديش يتسوق وغيسمعوا الكل داخل. اخر حاجه ما سمعتها انهم في قنيطره، ولكن اش ما بلاصه اش واش انا فوق تما نسمعها فين كاينين كندور ونقلب. علاش انا وليداتي ما نعيش معاهم حياه طبيعيه واخا مطلقين عادي؟ شنو المشكل؟ شنو الرساله ديالك للطليق ديالك؟ شنو الرساله؟ ما غاديش نقول لك الله ياخذ فيها الحق، حيت العالم به الله هو براسو، هو ديجا مريض نفسي ماشي طبيعي وبالدلائل، الله يكون في عوانه والله يرد به، ولكن راه ما نسمحلوش لا دنيا لا اخره على هادشي اللي داير معايا. علاش؟ حيت قلتها ليه داكشي اللي داز في ميساج، قلت ليه داكشي اللي داز داز، بينهم ليا ونسحسمه بليغا وبان تبعك قضائيا. وقضائيا انت مشيتي قولوا لي طلعي لكازا، انا بنت ورزازات يعني المدخل ديالي محدود مضاربه مع الوقت، نزيد حتى ديبلاسمون لكازا ونزيد لي مويان لكازا وفين نجلس، وانت عارفه الشغل ديال المحكمه تيجرجر. انا ما بغيتش محكمه بيني وبين هاد السيد، انا بغيت حبيا كيما تزوجنا كنتباغاو وكيما طلقنا حبيا ما تحرمنيش وليداتي، وكنطالب حتى الناس اللي عارفهم يعني تيلا غنحط صورهم لسمياتهم فين ما كانوا يبانوا. انا بغيت ولادي، انا ماشي كنشد غير الناس، انا كنشد اي واحد عنده سلطه في هذه البلاد. واش سهل انني ننساهم بحال هكا بحال ما عمرهم كانوا؟ راه ما يمكنش. قول لي موتي حسن. هانتوما كما كتشوفوا هذه السيده هذه راه ما كاينش شي ام كتحرم من وليداتها من الكبره، الكبده صعيبه. الا كان هذا السيد هذا كيشوف هذا الفيديو هذا يرحم هذه السيده هذه، يرحمها مسكينه، لان كلنا امهات وكلنا ما كنبغيوش ولادنا يتفرقوا معانا. رسالتي بغيت ولادي، هذه اللي كنعرفها، انا بغيت ولادي ماشي قبل اليوم قبل غدا، بغيت ولادي.